يا سيد الكريم، أنا اسمي هاشم محمود عبد الله الشرفة. نعم. هاي المزرعة بناها لنعمان محمد عبد الله البلبيسي بالثمانينات. بدون أسماء. قبل شهرين. نعم. إجوا مشطوها، صار بها المتفجرات تبعات الصد. قالوا طلنا منها قنابل. إحنا متضمنينها ما بندري، وإحنا ماشيين على باب الله أخويا. وهو ماشي انفجر بيه اللغم هذا. حكيت مع الشرطة أنا، وأنا بدريش عنه إنه ميت هناك. حكيت مع الشرطة، إجوا الشرطة. والشرطة يمشطوا بالمنطقة، انفجر اللغمين بيهم الله يرحمهم كمان أربعة. هذا بيكون إهمال من الجهات المعنية من البداية. من البداية ليش أنت ما طلعت السلاح الهندسة ومشطت المنطقة كاملة؟ شو اللي صار مع أخوك بالضبط؟ اللي صار مع أخوي تفجر، وتفجر مخه ومات. من إيش يعني؟ شو السبب؟ السبب يا سيد الكريم قنبلة محطوطة انفجار من تبعين السلطة اللي قبل شهرين جابوهم على التلفزيون، اللي كانين يخبوا قنابل هون. هو نفس المنطقة؟ نفس المنطقة، نفس المنطقة، نفس المزرعة. المزرعة هاي والدار هذيك بدهن تمشيط من أول لجديد. الدار الفوق اللي براس الجبل. شو كان يسوي يا أخوك؟ أخوي كان يقنب، أخوي كاين يضحك، أخوي دار حبزين. لا شايف، أنا أناشد جلالة الملك عبد الله الثاني الله يرحم جلالة الملك حسين يحل لنا مشكلة هالواد. بنحكي مع